الشيطان اللي يوسوس بالطلاق أغلى عند إبليس من الشيطان اللي يوسوس بالخمر. نعم قول له ترى ما تركته لين شرب أو سرق وثاك وزنى، هذول ثلاثة. نعم ويجي المندوب الرابع قال خل عنك ذولي لا سرقة ما سوى، أنا هدمت لك أسرة كاملة، أنا فرقت بين ابن وأمه وبين ابن وأبيه بسبب وقف. والله أقولها صادقا أن كثير من المطلقين كثير ندموا بعد إطلاق اللسان بالطلاق، ندموا. فبعض البنات تقول الله يخلي لي أبوي، إذا جيت قلت طب طال يطلقني ما بيه قال أبشري بالخير الأمور بتزين. تقول إيش وانا ما طاعني؟ أي والله أبشرك وراها الحين سبعة الله يصلحهم. صحيح. والله يا الرجال ارجع أنه نعمة من نعم الله، كان يوم في بداية حياته فيه طيش شباب. أي والله. والآن عيونه المركبة هنا تقول إيش والله يجزى عني الجنة أنه ما طاعني. وشوف يوم طاعت ذي فلانة طاعها أبوها بنت عم لها، شوفها ضعيفها الآن كل ما شفناها قالت أنا لو أني عندي لو أني في ذمة رجلي كان عندي عيالا في الثانوي مساكينة، لو أني متزوجة كان عندي أربعة أطفال خمسة مساكينة. وكانها تلتفت لأبوها تقول طيب أنا مطفوق تم عجلة، ها أنا متعجلة أنت ليه تعجل؟ يعني حتى لو قلت لك طلقني قلب الأمور بتزين لا تطير معي أنت أبوي.